طيب يبقى احنا كده عندنا مشكلة الذبابة. تمام. الذبابة بتعمل لك ايه؟ الذبابة بتعمل نجرتها بالنسبة للورق، تضعف اي غذاء يخش للثمار. يعني هي مشكلتك مع الورق. يعني الذبابة لا تصيب الثمار. لا، بتصيب الثمار بنقط اللي هي النقط اللي هي الصفراء. تمام. وبتصيب معايا الورقه، وانصابت معايا الورقه بعد ما بتاخد غذائها من الورقه، فبتتلاقيش حاجه قدام منها ان هي تتغذى عليها، بتروح للثمار. فبتوقف حال الثمار، الثمار بدل ما بيكبر بيضعف. تمام. يعني بيكرمش مثلا، بيضمر. ولا بيضعف، بيقف نموه؟ لا، بيضمر. بيضمر. بيضمر معايا. ليه؟ لان الذبابه ديت يعني اصغر حشره، بس بالنسبه ليها ان هي اصغر حشره، بس اكبر حشره مؤذيه بالنسبه للثمار. اكبر حشره مؤذيه بالنسبه للثمار. للثمار. يعني احنا بنوعدك ان شاء الله ان احنا لو تابعت معانا الحلقه هنوجد لك حل للحلم، وهنوجد لك حل للذبابه، بالاضافه كمان لحل البياض وحل النيماتودا. كل ده هيكون بعد الفاصل باذن الله. بشكرك جدا على لقائك. فوق كمان شويه. ايوه، اشرح بقى. ايوه، دي تاثير الذبابه. دي ده تاثير الذبابه. بتمسك النبات، بتشله خالص، تعمل له عمل شلل. يعني اللي بيحصل كده ان بنلاقي ورق صغير على ورقه كبيره والدنيا كده. لا، ما دي اخر ورقه كانت كبيره. دي اخر ورقه كانت كبيره. بعد كده الذبابه ابتدت عليها تاثر، شلت الورقه مسافه صغيره بكده، اللي بعد كده ده مش هيطلع خالص. خلاص، ده مش هي... ده خلاص كده. لا، ده كده خلاص، حتى الشجره كلها. طيب كده يعتبر انتهى. جميل. طب والحب كامل؟ مفيش اي مشكله. جميل. طب نرجع بقى لموضوع تاني، وهو برضه بيشتكي منه اعزائنا المزارعين، ان هو موضوع الذبابه. فايه اثر الذبابه؟ يعني انا اعرف يمكن الذبابه بيتاثر بيها الفاكهه بشكل اكبر، لكن مستغرب من موضوع تاثر الفلفل بالذبابه. خلينا نعرف منك برضه ايه الموضوع ده، وازاي نقي نفسنا من شر بالعكس الزبابة. هو الذبابه بالنسبه في الاماكن المقفوله بتبدا الذبابه تنقل من شتله للثانيه بسهوله جدا وباسرع وقت ممكن. فبالتالي انا لو ظهرت عندي شتله مثلا لاي سبب كان، انتقل لها الفيروس دايركت على طول. انا دايما قبل ما اعالج بالستانلي بتاع الفيروس مثلا بقول لك رش لي ذبابه. طب ليه ترش لي ذبابه؟ انا بقضي على العائل بتاع الفيروس الاول، وبعد ما قضيت على العائل ابدا ايه؟ ابدا اقضي على او احجم الفيروس في مكانه. فبالتالي الذبابه هي ناقل للعدوى بطريقه غير عاديه. فانا الاول بقضي على الاطوار من الذبابه، الاطوار الاولى والاطوار الكامله من الذبابه، والقضاء عليها سهل جدا. انت بترش مركب الهوكي، بترشه بمعدل نص لتر على 300 لتر ميه، بتحط مركب الهوكي عشان يقضي تماما على الذبابه، بيشتغل عليها كويس جدا. المركب الهوكي كلور بايرفوس ميسايل، تركيبه الميسايل بتختلف عن الايسايل فانها تركيبه معقده جدا، فبتتفكك في فتره اطول، فبالتالي بتديني فتره وقايه اطول. جميل. طب ايه الفرق يا جماعه؟ انا ما بروح اجيب وليكن مركب سين، مركب سين انا برشه بيتفكك على الزرع في خلال 3 ايام، فبضطر ارش تاني. صحيح. وبعدين اروح اجيب غيره، وطبعا التاجر شغال الله ينور عمال يبيع، هو عايز يبيع وخلاص. صحيح. لكن للاسف يا جماعه احنا بقى بنسالش، اسال الاول. مركب الهوكي هو كلورو بيروفوس ميسايل، تركيبه الميسايل تركيبه معقده شويه، فبتتفكك على الزرع في فتره اطول، فبتديني وقايه فتره اطول، فمش هصرف كتير. طبعا عايز اسالك سؤال مهم جدا. بما انها بتقعد وتاثيرها يعني ممتد وتاثيرها طويل، يعني هل البي اتش اي بتاعها رقمه كبير؟ لان انت بتتكلم النهارده عن حاجه هتقعد فتره طويله، فالمفروض انا اتوقف عن الرش بالهوكي واستخدم المبيدات ذات العمر القصير امتى بقى؟ لا، حضرتك فهمتني غلط. المتبقيات شيء، البي اتش اي شيء، وتاثير الماده الفعاله شيء تاني خالص. يعني اذا اطمن كده منك تماما ان الهوكي ما فيش منه اي مشاكل. تماما تماما تماما. هو الميزه ان التركيبه المعقده هي بتتفكك لوحدها في فتره اطول، لكن دي ما بتدخلش في التركيب. يعني هي مش يعني مش سميه ممتده تماما، ولكنها زي كده العطر الثقيل اللي ريحته الجميله بتفضل ممتده معانا فتره طويله. بالظبط، الله ينور عليك. وهو الميزه كمان ان هو الهوكي بيشتغل على كذا حشره، ما بيشتغلش على حشره واحده، فبيوفر عليك كذا رشه. تمام. وده اللي احنا بنشتغل عليه بالنسبه للذبابه. يا جماعه ارجوكم، الذبابه بتحتاج تطهير بس بعلم، ما بتحتاجش تطهير عمال على بطال. لان بلاحظ ان في ناس جدا في الصيف بيرش يوم ويوم، وراجل بيرش كل يوم، طب ما دي كلها تكاليف، ويرجع. صحيح. في الاخر يقول لك انا ما كسبتش حاجه من ورا الزرع. صحيح. ارجوك اسال، انت رش حشري عام او رش مركب يفضل على الزرع فتره اطول، يقيق من كذا اصابه حشريه، كمان ان تغير الماده الفعاله. لان في ناس انا اعرفهم شخصيا شغالين على مركب حشري بقالهم 10 سنين، يقول لك لا ده ممتاز. يا جماعه الملاسيوم بيرشوه لنا في البيوت بقاله دلوقتي 10 سنين، بيبقى مثلا الذباب واقف او الناموس واقف ما بيتلمسش ولا اكنه بيترش، خد مناعه خلاص. شكرا. انت المركب اللي انت عملت رشه بقاله فتره ده خلاص خدت منه مناعه. يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده اعزائنا المشاهدين، وقلنا على قد ما نقدر ان احنا كل وقت والتاني بنغير عشان يعني ما يحصلش نوع من انواع المناعه ضد مبيد معين، او يعني افه تعمل مناعه ضد المبيد اللي احنا شغالين بيه. بالظبط. جميل.